يمر الرائد الرياضي وبطل ألعاب القوى العراقية السابق فيصل مكي بحالة صحية حرجة، مناشدا المسؤولين الرياضيين بالتكفل بعلاج حالته التي بدأت تتفاقم يوما بعد يوم في ظل تلكؤ واضح في قانون الرياضيين الرواد. تقرير كريم درويش. هكذا ترسم الأيام خريطة حكمها على هذا الوجه للرائد الرياضي المسن فيصل مكي بعد أن قضى عمره في مضمار الرياضة لعروس الألعاب كعداء ومدرب وحكم ومطلق، أدوار عديدة خاضها هذا الرياضي ونجح فيها بعد أن تقاسم النجاح على مدى مسيرته الرياضية لأكثر من 5 عقود من الزمن أوصلته لخريف العمر، حيث يعاني الآن من عدة أزمات صحية لا علاج لها إلا خارج البلاد، الأمر الذي يعد مكلفا له نظرا لضيق ذات اليد. أنا شديد المعنيين بالرياضة، علاجي خارج العراق، من العلاج بالعراق ماكو له، أشكو من سكر وشلل الرعاش، وعلاج ماكو بالعراق. كابتن فيصل يعني هو قدم الكثير الكثير في ساحة وميدان كرياضي وكمدرب وكحكم وكمطلق، وأنا شخصيا كرئيس اتحاد سابق يعني اشتغل معايا في كثير من الأمور ونجح فيها أي ما نجاح يعني. فهكذا أبطال المفروض الدولة ترعاهم. ما يمر به الرائد الرياضي فيصل مكي حالة من عشرات الحالات التي مرت على الرياضيين الرواد الذين قدموا عطاءات قيمة عرفت من خلالها رياضة العراق منذ سنين طويلة خلت، وتكرار مثل هكذا مشاهد محزنة دون الشعور بألم وحسرة أصحابها وهم على قيد الحياة يدلل على تلكؤ واضح من قبل مسؤولي الرياضة في العراق تجاه هذه الكنوز الرياضية القيمة من أبناء وادي الرافدين. يعني خضير جناطة مات، سامي الحجية، دكتور سامي الحجية خبير مات، وهذا الرجل الله يطوله بعمره قد نلحق عليه، خلي الدولة تساهم وتقول احنا سوينا، يكون أقلها رمز انه بدعم الرياضيين. نحن كصحافه رياضيين نطالب الحكومه المحليه والقائمين على الرياضه من يعني النظر بحاله العداء الذهبي العداء الرائد فيصل مكي صاحب الارقام في 100 متر و200 متر نتيجه يعني صراحه تعرضه لوعكه صحيه نتيجه مرض السكر، والان يتعرض للشلل الرعاشي ما تطلب علاجه خارج العراق. لذلك نحن نشيد بالجميع المسؤولين عن الرياضه العراقيه وعلى الحكومه المحليه النظر جديا بهذه المسألة من أجل إنقاذ هذا الرياضي، لأنه حقيقة أن حالته الصحية لا تسمح حتى بالتأخير. كعائلة واحدة يقف رفاق الأمس من أبطال عروس الألعاب إلى جانب فيصل مكي، فهم لا يملكون سوى دعمهم المعنوي في ظل غياب تام لحقوق الرياضيين، حيث أن قانون الرياضيين الرواد على فقره ما زال لا يشمل الكثير من هذه الشريحة الواسعة في العراق. إكرام هذا الرائد الرياضي بمعالجة حالته الصحية هو واجب وطني وإنساني في نفس الوقت. كريم درويش، الحرة، بغداد. نتمنى الالتفات لحالة هذا الرائد الرياضي الكبير.